بديت بالفاشن والفاشن والميك اب، يعني بديت بالفاشن شويه، من بعد بديت كندير دي فوتو ديالي بالميك اب. الناس بداو كيطلبوا مني انني ندير لهم دي توتو وندير لهم دي لوك ميك اب، يعني هادو هما اول حاجه. من بعد وليت كندير ان بارطاج ديال اللايف ستايل، ان بارطاج جلوبال كاع لاي حاجه كنلقاها زعما اوتيل للناس كنبارطاجيها معاهم. بزاف ديال الحوايج، يعني وليت كنشوف في المستقبل بلوس، وليت باغا نخدم بلوس، يعني كنقول كيف كنقولوا نخدموا على وليداتنا اكزاكتومون. وليت كنفكر بهاد المعنى، وليت كنكون جالسه كنفكر في بنتي، خاصني ندخل للدار، ما خصنيش نتعطل، ما خصنيش نخليها، يعني لا ريسبونسابيلتي زادت. بزاف ديال الحوايج اللي تبدلوا صراحه. في الاول كانوا كياثروا عليا بزاف، كان كيبقى فيا الحال، كنت كنقول علاش الناس زعما بحال هكا كيبقاو يهضروا خايب تويتو. من بعد وليت كناخذ ديك الانتقادات كان تروك بوزيتيف، وكنقول انه مادام ان الناس كيهضروا عليا وكينتقدوني الا انني كندير شي حاجه مزيانه، دونك وليت كناخذ ديك الانتقادات وكنحاول نتعلم منهم ونقلبهم لشي حاجه، زعما نتعلم منهم ونقادهم. كنبلوكي الناس اللي حيت كاينين شي وحدين باسلين كيخسروا الهضره في انستغرام. ce genre de personne ما كنحتاجش كاع حتى نشوف فيه، كنبلوكيه ديريكتومون، ما كنفكرش. لا لا، ما عمري ما نقدر ندير اون باج للبيبي ديالي. لا باسكو انا بلوغوز اسماء عمراني، ماشي بنتي هي اللي بلوغوز، انا هي اللي بلوغوز، يعني حياتي البريفي كنخليها ابار، وحياتي ديال انستغرام ابار. كلهم صحاباتي وكلهم عزاز عليا، و جيسبر كو حتى انا نكون عزيزه عليهم. هدى الايدول ديالي في لو باركور ديالها، في الباركور ديالها، في ديك النجاحات اللي حققات، يعني هادوك كاع داكشي اللي حققات كيحفزني انني حتى انا نخدم وندير ونوصل، يعني هي الايدول ديالي في هادشي. عزيزه عليا ميمي لو بلون في لو ستيل ديالها، الي مانيفيك، زعما جو سوي فيير تكون عندنا مغربيه بحالها اللي كتعرف تناسق، و الي كلاس، الي بيل، الي غزاله. شكون اخر؟ ابخي كانت انسبيرا بزاف من لي ميك اب ارتيست اترانجي، يعني بزاف ديال لي ميك اب ارتيست اللي عزاز عليا. مايمكنليش نقول شويه ديال التغيير، ولكن شي وحده اللي كتجيني مزيونه ونبغي نلبسها بلو كو ديالي، ابتسام تيسكات. ابتسام تيسكات نبغي نلبسها بلو كو ديالي، ماشي معناتها انها هي ما كتعرفش تلبس، لا جوتو، باسكو عزيزه عليا كتعجبني ومزيونه، وما نكرهش زعما نلبسها بلو ستيل ديالي. زينه عمراني اي نعمه عمراني، خواتاتي صحاباتي، مي ميور كوبين، مي كونفيدانت، يعني اشخاص اللي نقدر نتكل عليهم 100%، وعارفهم عمرهم ما يقدروا يديروا لي شي حاجه خايبه ولا يضروني. فوالا صحاباتي وخوتي وكل شيء. وخالات إليانا ان ستيل ابار، ما يمكنناش نكونوا لي كارداشيان. لي كارداشيان ما تيحشموش، ما كيحشموش، حيت زعما تاخوت بيناتنا وكنديروا زعما حنا في المواقع التواصل الاجتماعي، داكشي علاش كيقولوا لنا بحال هكاك. ما يمكنناش نتشبهوا بهم، هما عندهم واحد لافي وحده اخرى اللي ما فيها نو ليميت، حنايا كوميم كنبقاو مسلمين وبزاف ديال الحوايج. كنتمنى لها بيان سيغ التوفيق في كل شيء، والحمد لله ربي كيسهل عليها في اللي حطات يديها عليه، حيت كتبقى سي اون بون بيرسون وكتبغي الخير للناس، وإلى دوغو في أي حاجة، في سوا في المشاريع اللي كتختار، سوا
في لا توش ديال لو سالون واخا في الحياه ديالها اون جينيرال عندها ديغو دونك وهي انسانه مصره منين كتبغي شي حاجه كدير داك كتوصل لها الحمد لله. انا خوتي بالنسبه لي هما الام ديالي الثانيه لحقاش انا يا صغيره فيهم دونك انا نفشه في الدار اي اسماء سي لو ستيل سي ليليغانس سي تو سكو جو بو دير. شكرا بزاف قناه الدار اللي شرفتوني اليوم عندي في لو سالون. كنقول للناس اللي كيتبعوني عبر هذه القناه انا كنبغيكم بزاف 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 والله يخليكم ليا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.